نعم للأعزاء، نيجي للسؤال الثاني بالشيت اللي هو single phase full wave full control converter. هنا من يقول single phase full control، full control مقصود به نوعين، يا أما اللي هو باستخدام center tab 3 سرين أو باستخدام البرج 4 3 سرات. هنا بدام ما قايل center tab أو auto transformer، معناته أنه هذا النوع اللي هو 4 3 سرات اللي هو single phase full wave full control rectifier. Will is used to supply a load of R equal to ohm and L equal to 5 milli henry. نحن نعطيني الحمل R L اللي R 2 ohm وال L 5 milli henry. يقول إذا كانت فولتية الانبوت is 220 فولت والتردد 50، احسب منطينا A و B و C رايد ثلاث مطاليب. هنا قلنا انه فولتية الانبوت، اذا فقط يقول مثل هذا السؤال، اذا the input voltage equal to 220 مثلا، او the RMS input voltage يساوي 220، هاي المقصود بها فولتية الانبوت هاي اللي هي ال RMS. حتى احسب ال VM اقول جذر 2 في VRMS. بس اذا قال the maximum input voltage يساوي 220، معناتها ال VM، او يقول ال V input يساوي لنا 220 ساين اوميجا تي. اذا قال الفي ام يساوي 220 ساين اوميجا تي، معناته ال 220 هي في ماكسيموم. واضح؟ هاي تخلونها ببالكم نقطه مهمه. هنا أنا اول مطلب يريد الرينج للالفا بحيث تغير التيار من صفر الى قيمه الماكسيموم. هنا شو وقت يكون عندنا قيمه التيار؟ نجي للتيار، شو وقت يكون صفر؟ يكون صفر عند الفا يساوي باي. شو وقت يكون تيار صفر؟ تيار صفر اذا اعطينا اديا زاويه يكون التيار قيمته صفر. اذا اعطينا زاويه صفر مثلا على سبيل المثال في الحساب، اذا اعطينا زاويه صفر راح يمرر التيار كله. اذا اعطينا عند زاويه مثلا عند التلافين راح يمرر تيار جزء، يعني يبدي جزء من عده، او عند الزاويه 90 وهكذا. شو وقت اديا زاويه يكون تيار صفر؟ عند هنا عند الباي يكون تيار صفر. ليش؟ لانه احنا عندنا بالاي سي البوزيتيف سايكل من صفر للباي والنيجاتيف سايكل من الباي للتو باي. فاذا اعطينا الالفا للثايرستر، يعني شغلنا الثايرستر عند زاويه 180، اصلا راح تسلط فولتيه عكسيه على الثايرستر، فالثايرستر اصلا ما راح يشتغل. لذلك انه التيار راح تكون قيمته صفر عند الالفا يساوي الباي، لانه اصلا احنا نشير احنا قلنا انه الرينج مالت الالفا يكون من صفر الى 180، يعني من صفر للباي. فالتيار يكون صفر قيمته لما نكون الفارق انجل يساوي 180. زين شو وقت يكون التيار ماكسيموم؟ التيار يكون ماكسيموم لما تكون الالفا يساوي فاي، والفاي اللي هي تان انفرس اوميجا ال على ار، وهنا تكون 38.14. هاي ليش انه عند الالفا يساوي فاي؟ عند الالفا يساوي فاي التيار راح يكون مستمر. احنا شرحنا المحاورات السابقه انه التيار عند حاله كونتينوس ديسكونتينوس. ديسكونتينوس اللي هي بهذا الرسم موجوده، هاي لما يكون التيار قيمه الالفا اكبر من الفاي فراح يكون عندي ديسكونتينوس، بس لما تكون الفا يساوي فاي او الفا اصغر من الفاي راح يكون كونتينوس. منكم كونتينوس راح يكون تيار مستمر، واقصى حاله الا لما تكون الفا تساوي فاي فراح يكون تيار ماكسيموم. فهنا نقول بهذا السؤال نقول الرينج مال التيار يكون صفر لما تكون الالفا يساوي 180، ويكون ماكسيموم عند الالفا يساوي فاي. فالرينج مالته بين 830 وبين 180، هذا الرينج مالت الالفا بالنسبه للسؤال المطلب الاول. المطلب الثاني يريد الماكسيموم ار ام اس فاليو اوف لود كرنت. الماكسيموم يريد الماكسيموم للتيار بس ار ام اس فاليو. الماكسيموم شو وقت يصير عندي للتيار؟ هسه حكيناها انه قلنا الماكسيموم يكون للتيار لما تكون عند قيمه الالفا يساوي فاي. فمين قال اريد الماكسيموم للتيار؟ اقول اذا الالفا قيمه الفارنج انجل يساوي فاي ويساوي 38.14. اجي للمطلب هذا، اقول معادلة التيار عندي اصلا، بما انه عندي ار ال
قلنا انه اذا عندي ار ال هاي معادله التيار اشتقيناها ايضا بمحاضره سابقه اللي هي بي ام على زد ساين اوميجا تي ناقص فاي ناقص ساين الفا ناقص فاي اكسبونشال ار على اوميجا ال الفا ناقص اوميجا تي. هاي معادله التيار لما يكون عندي هاي الحمل ار ال. هنا بما انه يريد ار ام اس ماكسيموم، شو تكون ماكسيموم لما تكون عندي قيمه الفا يساوينا فاي، اعوض بدل كل الفا فاي، فهنا ايش راح يصير عندي؟ ها راح يكون عندي هذا الجزء راح يساوينا صفر، فيبقى اي ماكسيموم في ام على زد ساين اوميجا تي ناقص فاي. هذا معادله التيار. اقول اي اوتبوت ار ام اس الماكسيموم 1 على باي، هنا بما انه كونتينيوس لانه الالفا يساوينا فاي، حدود التكامل راح تكون عندي من الفا الى باي زائد الفا، واذا كانت عندي ديسكونتينيوس راح يكون عندي من الفا الى بيتا. هسه راح ناخذها بالمثال اللي بعده. هنا هاي حاله الكونتينيوس، يكون عندي من الفا الى باي زائد الفا، ما عدا التيار اقول في ام على زد ساين اوميجا تي ناقص فاي سكوير دي اوميجا تي، الكود تحت الجذر. اجي اقول اي اوتبوت ار ام اس يساوي لنا في ام على زد، اطلعها خارج التكامل، واحد على باي هال ساين اوميجا تي ناقص فاي تربيع، افتحها بعلاقات الدوائر المثلثيه ابسطها، وبعدها اكاملها واعوض قيم الباي الالفا والباي زائد الفا، فراح تطلع عندي اي اوتبوت ار ام اس ماكسيموم في ام على زد في جذر اثنين، والزد اللي هي تحت الجذر ار سكوير زائد اوميجا ال سكوير، واللي تساوينا 2.54 اوم. وهنا من راح اعوض قيم الفي ام والزيت راح يطلع لي 86.63 امبير. بس هنا انا بدل ما اجي اشتق كامل بهالطريقه هاي وراح ياخذ من عندي وقت، احنا قلنا في حاله الكونتينيوس، وكتبت لكم القانون، قلنا في حاله الكونتينيوس للتيار راح تكون قيمه الفي اوتبوت ار ام اس هي نفسها في ماكسيموم مات المصدر على جبر اثنين. هاي الفي اوتبوت نفسها الفي ام مات المصدر على جبر اثنين، وساوي 220 فولت. التيار راح يصير نفس فولتية الاوتبوت ار ام اس على زد، ويساوي 86.63. بدل ما اجي انه مباشرة من البداية اشوف عندي حالة التيار كونتينيوس او ديسكونتينيوس، هنا الفا يساوي فاي، اذا التيار كونتينيوس، لا كونتينيوس التيار، فمباشرة اقول في اوتبوت ار ام اس في ام على جبر اثنين، والاي ار ام اس في ار ام اس على زد. هاي اخذناها بحالات التيار، من قلنا انه شرحنا التيار شو وقت يكون كونتينيوس شو وقت يكون ديسكونتينيوس. قلنا بحالة الكونتينيوس لما تكون عندي الالفا اصغر او يساوي فاي، مباشرة ما يحتاج انه اجي كامل، مباشرة راح احسبها، فبدل ما اخذ وقت بالاشتقاق ممكن اخطا، مباشرة اقول في ار ام اس في ام على جبر اثنين، او تشتق وتكامل ما عندنا مشكلة. هذا بالنسبة للفرع الثاني. بالنسبة للفرع الثالث يريد الماكسيموم باور اند باور فاكتور. الماكسيموم باور ايضا يكون عندي لما يكون التيار ماكسيموم فولتيه ماكسيموم، واللي هو عند قيمة الالفا يساوي نفاي. فالباور دي سي اللي هي اسمها فيلي الباور افريج يساوينا فولتية دي سي في تيار الدي سي، او فولتية الدي سي تربيع في الار. هو يريد الباور ماكسيموم. الباور ماكسيموم راح احسب الباور دي سي عند لما تكون الالفا يساوي نفاي، فراح تبقى في اللي هي الباور ماكسيموم. فالباور دي سي العفو فولتية الدي سي واللي هي نفسها فولتية الافرج، من اقول دي سي ريكتيفاير الاوتبوت هي نفسها فولتية الافرج، واحد على باي من الفا الى باي زائد الفا في ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، اثنين في ام باي كوسين الفا. هذا يا اما كامل او موجود عندنا القانون حافه، موجود عندنا بحاله الفول ويف، قوانين الفول ويف ريكتيفاير موجود عندنا على القانون. فولتية الافرج اللي هي نفسها فولتية الدي سي، اثنين في الفي ام اللي هو 311 على باي كوساين الفاي العفو الالفا اللي هي نفسها الفاي 38.14، وتساوي لنا 155.76 فولت. هاي فولتية الافرج او فولتية الدي سي الماكسيموم راح تعتبر، ليش؟ لانه اخذنا عند الالفا ماكسيموم. اذا الباور ماكسيموم يساوي لنا الباور دي سي يساوي لنا فولتية الدي سي الماكسيموم على ار، فولتية الدي سي تربيع على ار، ويساوي لنا 12130 واط.
حسبنا فولتية الماكسيموم دي سي. يريد الباور فاكتور، الباور فاكتور عندي قانون للماكسيموم للباور، ايضا قانون ثاني اما اقول فولتية الافريج في تيار الافريج اللي هو هذا القانون، او الباور فولتية الار ام اس الاي ار ام اس في كوساين فاي، هذا القانونين مال الباور. الاي ار ام اس والفي ار ام اس حسبناهم بال المطلب اللي قبل اللي هي في ار ام اس 220 وتي ار ار ام اس ستوف ماي بوينت لاف. الكوساين فاي هو ريته، فالباور ماكسيموم بالحالتين نفسها مال اوتبوت، حالة الافريج وحالة الار ام اس. فاقول الباور ماكسيموم هنا انا عندي قيمته، وهنا انا في ار ام اس ولا ار ام اس عندي قيمته، يبقى بس الكوساين فاي. اذا الكوساين فاي يساوي ان البي ماكس اللي هو هذا 12130 عليه الـ VRMS في الـ IRMS اللي هو حسبنا هذا الـ VM على جبر 2 والـ VRMS على جبر 2 في Z، يطلع لي القيمة، بس أعوض القيمة راح يطلع لي قيمة الكوساين فاي. هذا بالنسبة لهذا السؤال.